خلونا نتحول للفقرة الأسبوعية معنا مع أستاذة فريدة الشباشي. نتكلم عن تواصل إعلام الإخوان في المستمر في نشر الشائعات يوم بعد يوم، على الرغم من كل الأموال اللي بتمول قنواتهم وإعلامهم، إلا أن هذه المحاولات لبث الفتنة والوقيع بين مؤسسات الدولة بتنتهي بشكل غير ناجح بالمرة. خلوني أرحب بأستاذة فريدة الشباشي. أستاذة فريدة، أهلا بحضرتك. اهلا بيكي، وحشتيني. حضرتك اكتر يا استاذه فريده، ودائما بنسعد بوجود حضرتك معانا بشكل اسبوعي. خليني ابتدي مع حضرتك واسالك. الله يخليكي، ربنا يمشي الكورونا دي على خير ان شاء الله وتنورينا في الاستوديو يا استاذه فريده مره ثانيه. خليني انا عايزه بقى قبل ما تساليني يا لما، قبل ما تساليني عايزه اقول ان انا اسعدني جدا جدا كلمه الاستاذ طارق البشبيشي بانه اتكلم عن قطر على انها ماموره وعندها قاعده امريكيه. ما دي كانت زاويه جديده فعلا، صهيونيه امريكيه. دي انا دايما بقول كده. صحيح. انا دايما انا كاتباها على الفيسبوك من 100 سنه، مش عارفه كان في قبل 100 سنه كان في فيسبوك ولا لا، بس انا كاتباها من 100 سنه. ليه؟ لانه قطر دي انا قلت دايما هي ماسكه الصندوق بتاع اموال القطريين. هي بتجيب الفلوس ويقولوا لها ادي الفريده، ادي اللمى، ادي الفلان، ادي العلان وبس. لكن هي ما عندهاش اي سلطه قرار. يعني في دوله اكبر قاعده امريكيه فيها، وفيها قاعده تركيه، وفيها مش عارف ايه وايه وايه، هيبقى لها قرار مستقل ازاي يعني؟ وبعدين هي هتطمح في ايه؟ وهي بتمول المرتزقة اللي بيجيبهم أردوغان. يعني في تنسيق، يعني ما فيش داعي ان احنا نغض البصر عن حاجة الحقيقة مهمة زي جداً كمان جداً 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 بتحصل حوالينا. ونقطة اللي حضرتك ذكرتيها يا أستاذة فريدة انه النظام والإخوان أنفسهم كان في قديماً في التسعينات بيدوروا على دولة تمولهم، ووقع الاختيار على قطر نظراً واضح ان هي كانت عايزة دور أصلاً في 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 أي في أي محرك عربي. يعني أنا عايزة أسأل، هو مين اللي عمل جماعة الإخوان المسلمين سنة 28؟ بريطانيا. نعم. يعني مش هم مش حاجة، لأن هم لما كانوا في مصر سنة 28 أعتقد إن إحنا كنا بلد الأزهر، وأعتقد إن إحنا كان بقالنا أكتر من 600 سنة ولا 1000 سنة وشوية مسلمين. فأنا بقول إنه دول يعني استخدموا الدين، ودي للأسف نتيجة التخلف اللي عندنا والجهل اللي عندنا، لانه اي واحد بيتكلم باسم الدين الناس بتصدقه. المفروض ان الناس تشوف اذا كان اللي بيتكلم ده بيتبع يعني بيتصرف وفقا لقيم الدين. هو ده المهم عندنا. هل لسه اعلامهم وقنواتهم يا استاذه فريده بتستخدم وبتستغل الدين في نشر هذه الاكاذيب؟ هل لسه الوسيله دي اللي بيتم الضغط بيها؟ اصل احنا لو ما كانش دي الوسيله بتاعتهم مش هيبقوا ارهابيين. هم ارهابيين، هم ما عندهمش وسيله تانية، هم ما عندهمش سكه تانية، سكه غير انهم يعني يجي مثلا مصر. مصر النهارده انت عارفه، انا فاكره كلمه اتعلمتها وانا في المدرسه الفرنساوي في الاربعينات واوائل الخمسينات، ان نابليون قال من يحكم مصر يحكم العالم. فالنهارده لما مصر تطلع من كذا ازمه وتطلع منتصره على الارهاب ومنتصره على جائحه الكورونا ومنتصره على المشاكل اللي حاصله في ليبيا ومنتصره على اللي بيحصل في سد النهضه، بالرغم من انه لسه اثيوبيا بتماطل، بس انا عندي ثقه في قيادتنا في انها هتكسب كل حاجه في الاخر. فلما تبقى دوله كده، وبدا كمان يعني احنا عايزين نذكر، وبعدين يعني ذكرى تنفع المؤمنين، يعني ان مصر هي التي افشلت ومزقت مشروع الشرق الاوسط الكبير اللي هو تفتتنا الى دويلات عرقيه وطائفيه، واللي الاخوان وقطر وتركيا بيحاولوا يعملوه. انا عايزه افهم انا يعني بانه حق اكتشفوا ان هم مسلمين واحنا كفار قريش. واللي عايز اقوله كمان يا لما، ومهم جدا ان الدوله تتنبه له، انهم هم النهارده خدوا قرار
بانهم يبقوا في كل حته ويبتدوا يجندوا الاطفال من السن يمكن حتى يا دوب اولى ابتدائي الى لما يبقوا شباب عشان يبقوا اداه في ايديهم. الحقيقه انه النهج ده كمان قديم يا استاذه فريده بتاع تجنيد الاطفال للعمل الجماعه. بالظبط بالظبط. بس احنا فين؟ احنا انا دايما بذكر بحاجه عشتها وانا بره. لما كان ابني في المدرسه الفرنساوي كان ممنوع اي حد يدخل المدرسه وهو حاطط شعار ديني، يعني انتمائه الديني، يعني ما يحطش قران، ما يحطش صليب، ما يحطش نجم داوود. ده اللي كان بيحصل في المدرسه، كل اللي يدخلوا في المدرسه يبقوا طلبه كلهم زي بعض. فاحنا النهارده مش كده، هم فرضوا يعني تفرقه الحقيقه يعني مدانه في المدارس بتاعتنا، وده احنا لازم نتنبه ان ده مش كده، مش تلقائي ومش حاجه عفويه، ده مخطط. نعم. يعني انا لما اجي افصل بين التلميذ والتلميذ وبين التلميذه والتلميذه، يعني احنا عارفين كل مشاريعهم في التفرقه. نعم. يعني على زي ما كان مره قال الاستاذ احمد بهاء الدين انهم يعني ادانتهم للمراه ومطالبتهم بوعد المراه وبتكسير المراه وان المراه ما تخرجش وان المراه تتشل عشان يحرمونا من نصف قوتنا، لانه لا. احنا رجل وامراه. لو تتفضلي بالبقاء معي يا استاذه فريده. اربع ايدين. لو تتفضلي بالبقاء معي يا استاذه فريده، معايا عبر الهاتف دكتور ابراهيم رضا من علماء الازهر الشريف. دكتور اهلا بحضرتك. اهلا استاذه لمى، تحياتي لحضرتك والام الغاليه جدا جدا المثقفه المستنيره الاستاذه فريده الشباشي. اهلا بحضرتك يا فندم. دكتور، الحقيقه في حديثنا عن المنابر الاعلاميه لهذه القنوات والعمل على الملف المصري وكانه الملف الوحيد في العالم، محاولات بث بالشائعات، محاولات تزييف الحقائق والوقائع اللي احنا الحقيقه شغالين على الرد عليها واستعراضها للمشاهدين، هل مازال الذراع الديني هو الذراع الأساسي لهذه المحطات وفي استخدامهم في بث الأكاذيب والشائعات؟ لأنه الحقيقة من فترة أو من سنوات كان الشعار أن الإسلام هو الحل ومن ليس معنا فهو ضد الإسلام. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من أرسله ربه رحمة للعالمين. بداية خلينا نتفق على قضية أظن كل ضيوفك متفقين عليها، إن لا يوجد حاجة اسمها استقلال القرار القطري. يجب أن نتعامل بصراحة ووضوح على أن الدولة أو المسؤولين القطريين الآن عن الدولة القطرية هم حذاء في قدم بعض أجهزة المخابرات الخارجية التي تستخدمهم لمحاولة الحاق الضرر بالمنطقة، وهم بيستهدفوا في الأجندة المملكة العربية السعودية والدولة المصرية. أول آليات هؤلاء الناس كانوا بيستخدموا جماعة الإخوان الإرهابية. ليه؟ لأن المنبت واحد، يعني اللي بيمشي قطر وهو اللي أقام زي ما الأستاذة فريدة تفضلت، هو اللي أنشأ الجماعة الإرهابية. وبالتالي كان هناك إصرار على محاولة تفتيت الدولة المصرية وإلحاق الأذى بالدولة المصرية وأخوانة الدولة المصرية علشان تاخد نفس الدور القطري الحقير المشين وتبقى حذاء في يد من يصنع ومن يدير من وراء الستار. بس مع فارق التمويل يا دكتور، يعني يأبى الله إلا أن تظل مصر بأزهرها وكنيستها على هذا النحو الذي رأيناه، مهد للاستنارة، ويشاء العلي الأعلى أن ينعم على هذا الوطن الشريف بقائد يملك رؤية دينية، تربى في أعرق الأحياء الدينية وهو حي الجمالية، خرج وهو يسمع الإمام الشيخ الشعراوي وهو يسمع الشيخ إسماعيل صادق العدوي، فلم يستطع المتحدث من خلال قطر أن يزايد على الدولة المصرية. هل هي بتستخدم الدين؟ بتستخدمه. طب في الجزيرة أعتقد كلنا شفنا تراجع مشين لمصداقية الجزيرة، ولذلك
حاولوا يولدوا من الدور اللي بتقوم بيه الجزيره مكملين والشرق وكل الانواع الارهابيه والمنابر التي يعني انا النهارده خليني اقولها لك واولادنا بيشوفوني وبيسمعوني انا والاستاذه فريده. الناس اللي بتتابع بعض الاعلاميين والابواق الاعلاميه الحقيقه بقى يعني شعور بالخزي لانهم افلسوا. دخلوا لنا وزي ما تفضلتي وقالوا الاسلام هو الحل، اول ما ركبوا السلطه رموا الشعار وقالوا نحمل الخير لمصر، فلما اقترب اهل مصر من هؤلاء ليتاكدوا من مصداقيتهم لم يجدوا الا الخراب والدمار والقتل، وسرعان ما تحول العقل الجمعي المصري للرفض، وكأن الجسد المصري قد حماه الله تبارك وتعالى بهذا الوعي المستنير، فتم التصدي للجماعة الإرهابية، وكانت 30/6 نقطة فاصلة في تاريخ الإنسانية، لأن من يهدم مصر بوسعه أن يستولي على المنطقة بأسرها، ودليلي على ذلك هذا الخزي والعار الذي يعاني منه أردوغان الآن. لماذا لم يستطع أردوغان حتى الآن بصولانه وجولانه كالطور الهائج أن يقضي الحد الذي رسمه الرئيس عبد الفتاح أنه أيقن أنها التهلكة، لو تقدم فسيحترق ومن معه. ولذلك النهاردة كل ما يحدث 30/6 يدل على فشل ذريع لمن يتآمر من خلال قطر أو من خلال تركيا أو من خلال تلك الأجهزة. ووحدة الصف المصري هي التي صدرت الأمن والأمان حتى لليبيا الشقيقة. ما يحدث الآن سيدتي العزيزة على الأراضي الليبية هو استنساخ للروح المصرية. لقد استطاع الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يبعث الأمل، وإحنا خطبة الجمعة اللي جاية يا أستاذة لمى هنتكلم عن الأمل. استطاع هذا القائد أن يفيض بهذا العطاء فينزل إلى أرض ليبيا هذا الفكر، ولن يتراجع الشعب الليبي إلا بعد أن يحرر الأرض من هؤلاء المجرمين الذين باعوا دينهم بدنياهم واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. أشكرك يا دكتور، شكرا جزيلا دكتور إبراهيم رضا من علماء الأزهر الشريف. برجع للأستاذة فريدة. أستاذة فريدة، يعني بالنسبة لينا هنا في مصر الحقيقة أنه إحنا عارفين كويس هذه الأساليب وهذه الشائعات وبنشتغل عليها بشكل واضح، ولكن بالنسبة للخارج والعالم إزاي بيستقبلوا هذه الأكاذيب وإيه هي ردة الفعل من وراء هذه الشائعات؟ يعني انت اتكلمتي من شويه قلتي مثل رائع انه قطر بكل امتهانها لحقوق الانسان وكل تعديها على حقوق العاملين عندها ما حدش في المنظمات الدوليه قال كلمه. هو في تواطؤ. بس اللي انا عايزه اقوله يا لمى واللي مهم جدا ان الخطه دلوقتي بتاعه الجماعات الاسلاميه الارهابيه وبتمويل قطري ورعاية تركية وطبعا مظلة صهيونية أمريكية، دول دلوقتي عايزين يعني يتسللوا من خلال شبابنا ومن خلال يعني الأعمار الصغيرة. فإحنا النهاردة لازم الدولة تتنبه لده. إحنا عندنا الثقافة والفن والأدب والتعليم، ده مهم جدا جدا جدا. يعني انا فاكره ان احنا كان عندنا مسلسلات قد كده فيها كلام جميل وقد كده فيها ترسيخ للقيم النبيله وللقيم المصريه الاصيله، ان ما كانش في حد في الشارع وقت اذاعه المسلسلات دي. انا عايزه نرجع تاني نبث القيم بتاعتنا اللي مصر معروفه بيها طول عمرها، واللي هتستعصى بقى على كل محاولات الإرهابيين بأن احنا نعلمهم ونديهم جرعات فنية محترمة، لأن الفن هو قوتنا الناعمة. يعني في حاجات كتير لازم الدولة تتنبه لها، وكمان تتنبه للعناصر الإخوانية اللي تسللت للأجهزة ومؤسسات الدولة في التعليم وفي الطب وفي يعني في كل حاجة. الحقيقة لازم نفتح، احنا ما بنقولش ان احنا لا حد يرهبهم ولا يفصلهم ولا حاجة، بس يتنبه
لمخططهم، لأن ده مخطط في منتهى الخطورة وهم مصممين عليه بعد الفشل الذريع اللي منيوا به في السنة السوداء بتاعت حكمه. خليني أسأل حضرتك عن مكان الإعلام الإخواني في السلم المهني للإعلام، هل ليهم موقع؟ ليه موقع ايه يعني على الـ على الـ الخريطه المهنيه للتواصل الاجتماعي؟ لا يا فندم، في الخريطه المهنيه. لا المهنيه ما هو معروف، يعني زي ما قال الشيخ ابراهيم رضا، يعني هو مكملين والشرق والمش عارفه الثانيه اسمها ايه، يعني كلام فاضي. وبعدين والجزيره طبعا، بس دلوقتي هم حاسين ان ما يعني ما عادش ليهم مصداقيه. هقول لك على حاجه، هما كان لو كان ليهم اي مصداقيه ما كانتش الناس سابتهم. هما السنه اللي حكموا فيها يعني خلعوا القناع، شالوا القناع اللي على وشهم، بس احنا لم نستثمر هذا بالقدر الكافي. يعني انت النهارده مثلا شوفي لما تلاقي انه الجماعه دول من كتر افلاسهم، ان لما يجي راجل مسؤول عن النقل النهارده يعمل انقلاب في الطرق بتاعتنا فيدوروا له على اي حاجه، مش عارفه وقف القطر في بشتيل، ده هو بيتريق على الصعايده، يعني مش معقول. والله كنت زعلت، اصل انا صعيديه، يعني لو كان الدكتور وزير اتريق على الصعايده. لا يعني ما فيش حد بيصدقهم دلوقتي، لكن بقول ان احنا لازم نبقى يقظين ومفتحين قوي 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 للعناصر اللي تسللت. يعني منهم ناس مثلا في المدارس، واحنا شفنا الست المدرسه اللي مسكت بنت وقعدت تضربها وقصت لها شعرها، حاجات يعني مش عايزين نقولها دلوقتي، بس عايزه اقول انه الفكر المصري اتاثر بالفتره دي بتاعت من منتصف السبعينات لغايه اما قامت ثوره يونيو. والعظيم بقى اللي يدي امل ان الشعب المصري رغم كل المظاهر اللي خلتهم هم الاخوان والارهابيين يتصوروا او يتوهموا انهم خلاص نالوا الغرض، انه الشعب المصري طلع في 30 يونيو رفضهم رفض قاطع وبات وشالهم خالص. وبعدين يجي بقى بعد كده الناس كده يقول لك مصالحه، مصالحه يعني ايه؟ في حد بيتصالح مع اللي هيقتله؟ يعني ما فيش حاجات من دي خالص يعني. فاللي انا عايزه اقوله ان احنا كلنا زي انا، معلش يعني مش عشان انا ضيفه في اكسترا النهارده، بس القناه دي بتقوم بدور رائع فعلا، وفي اعلاميين كتير محترمين عندنا، ولازم نكمل على كده وما نوقفش وما نتصورش في لحظه ان هم هيهمدوا. هم ما بيهمدوش، لان اولا هم مش حكايه مبدا، ده حكايه تمويل وحكايه خطه لضرب مصر، فمش هيقفوا. يعني هم مش عايزين يقنعونا بالاسلام، هم عارفين ان احنا مسلمين في اغلبيتنا العظمى يعني. فيعني الحكايه ان احنا زي ما بقول لك نبقى الدوله تبتدي تتنبه في كل مكان، كل مكان يتقال فيه اي كلمه عن فصل المصريين، يعني متدين ومش متدين، قبطي ومسلم، مش عارف ايه، يعني تمزيق النسيج المصري ده. احنا يعني خفسنا بيهم الارض في المخطط ده، وطلعنا وحده العالم كله لسه لغايه النهارده مش عارف حتى يلاقي لها حل. يعني زي ما بيقولوا كتالوج الشعب المصري ملوش كتالوج، ملوش تفسير، وملوش حد محدش يعرف هو ايه بالظبط يعني. اخيرا انا كل ده يعني بشكرك يعني يا استاذه فريده، شكرا يعني. جزيلا الكاتبه الصحفيه الكبيره استاذه فريده الشبيشي، بشكرك على وجودك معنا. مشاهدينا الكرام، انتهت المواجهه لليله، بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا على حسن المتابعه، غدا مواجهه جديده، الى اللقاء.